صباح النور. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا. عشاق ماريشال، اكثر حاجه كتطلب اكثر طلبا حيت تستاهل، حيت اخر ما كاين في المليفه ماريشال انجلد ستايلز، شي حاجه اللي زوينه وراقيه. علاش اختارينا نصوروها لكم اليوم؟ تحرك شويه ديال البردات السيمانه هذه، وبزاف ديال الكليان قال لك والو صورونا اللوينات اللي مازالين، صورونا اللوينات اللي مازالين، اللوينات اللي غادي اللي مازالين عندنا هما هادو اللي غادي تشوفوهم في هاد لا فيديو. هادي بوحده كانت 350 درهم بالليفريزون، 400 درهم ياك باش كتقام عليك اختي. شوف اليوم شنو غادي ندير لك، هادشي كامل على قبل الجيم والبارطاج درتو، اما لا ما كانش الجيم والبارطاج كلام واحد اخر. هاك اختي هادي بوحده كما قلنا 350 درهم والليفريزون 400 درهم. دابا غادي نزيد لك معاها فولر كادو، ها هو كيدير 100 درهم. شحال هي؟ هي 500 درهم ولات، واللي فريزو هي 400، هي 550 درهم. هادشي كامل اختي الشرط عندك بسيط، فقط شرط واحد بسيط خفيف ما تخسري ليه حتى ريال. غادي تاخديها ب 350 درهم واللي فريزو بالمجان، والكادو فابور بشرط واحد، غادي تبارطاجي الخمسه ديال صحاباتك، وغادي تصيفطي السكرين اختي للدراري، وغادي توصلي بالامانه ديالك بالصحه والراحه. واللي ما بارطاجاتش راه ماشي مشكل، حتى هي تشري، ولكن راه غادي تقام عليها الا ما صيفطيش البارطاج للدراري، غادي تقام عليك اختي ب 550 درهم. شوف هذا الشيء كامل دايرين لكم على قبل البارطاج والجيم. حنا ماشي محتاجين بارطاج والجيم، كنبغيو نخلقوا مع الكليان ديالنا شويه ديال كنديروا لكم غير السباك كيفاش نديروا نقصوا لكم. تقدر ديروها بحال هكا، نقول لكم واحد الكليانه ديالنا دارت بحال هكا بغينا نقصوا ليها، فهمتي اختي؟ هاي ماريشال اخر ما غنات ام كلثوم في التيساج 10 سنين ديال هذه، باش نقول لك 10 سنين ديال لاكارونتي اختي. هاد الثوب هذا منسوج اختي باش يبقى حي معاك ديما. هو كراد اصلا، اسمع خويا هو اصلا كراد هاد ماريشال هذا، يعني ماريشال خصكم تعرفوا المعنى شناهي اخر كراد ديال وراه كذلك هو هذا، يعني اخر ما غنات ام كلثوم. وبصح ماريشال اسم على مسمى، ماريشال ديال بصح، الا ما صدقتش ماريشال انا راني شناهو كنت نقول شي واحد كيدير شي حرفه ولي تقلقوا عليه. سكت اخويا يوم 20 عجلة اي حنا ما بقيناش ديال راسنا السي بشعيب، يعني الحمد لله راه بزاف ديال الناس واخديننا كقدوه ولله الحمد. وان شاء الله راه نخليو واحد الارث ديالنا اللي نموتوا، ونخليو الفيديوهات ديالنا كيتفرجوا فيهم الناس يخدموا علينا الجنه ما يخدموش علينا الجهنم. ها هي اختي 350 درهم بالفولار ديالها وبلا ليفريزون بالمجان بشرط اختي غادي تسكريني راك بارطاجيتي الخمسه ديال الناس. ياك بالنسبه اخو اسمح، بالنسبه للرجال اللي بغينا 3 متر عاوتاني، ولا بغينا شي عبار كبير، ولا بغينا ندوبلو اللون، ولا شي حاجه بحال هكا، بغيت استفسارات كثر اخو اسمح. هي السي بشعيب راه واخا نعيا ما نقول في المعلومات ضروري كتكون ناقصاني المعلومات، ولكن نتوما تكملوا لي الله يجازيكم بخير. لا لا خداك نتوما، هما دابا الكليان، نتوما هما الكليان اللي كتفرجوا فيا كتصوروا فيا اي حاجه طاحت لكم في بالكم، شي جبادور ولا عشاق شي قفطان ولا شي حاجه، يعني بامكانه باش يدير هذا الشيء، او جليلي بك كذلك، او المراه بغات ديرها تقفيطي للدار يعني في هذه البرد هذا صالحه. هي الا بغى الا بغات الرجال ياخذوا 3 متر راه ماشي مشكل، غادي تقام عليه ب 400 درهم. هاي 3 متر غتقام عليه ب 400 درهم. وكاين حتى دوك العائلات اللي كيكونوا وافيات نيت، كنقولوا حنا مراه ونص، يعني هي خاصها 3 متر. هاي حتى هي خاصها 3 متر. دابا الكليان اللي غادي تكوموندي السي بشعيب ديما خاصها تقول للدري الكوميرسيال اللي غادي تتعامل معاه، راه انا الخياط ديالي كيقول لي انت راه كافيك 3، باش هو كيعطيك 3 اختي، راه ما يمكنش هو غادي يعلم الغيب. كتقول له بغيت هذا كيصيفطوا لك راني خويا غشي صيفطي لي غير جوج ونص. وعلى هذه النقطه هذه اختي باش نوصل لك انا، حيت هو الملك صيفط لك جوج ونص، يعني راه ماشي قاصد باش يدير لك نص متر ولا شي حاجه، الكوبو نورمالمون وكتكون فيه جوج متر ونص على متر ونص، هذا معروف على الصعيد العالمي وعلى صعيد المر التاريخ. يعني كوبو عادي ديما جوج متر ونص على متر ونص. اما بالنسبه اللي كتكون وافيه يعني امراه عامره وطويله او عند الكتاف ولا كذا، راه 3 متر كيكون شويه الفرق، ولكن ماشي مشكل. ها هو ها هو ماد ماريشال هذيك، ها هي ها الكتبه ديالها اختي، هيا انجلد راه كلها فيها بحال هكا، هيا كل 10 سنتيم كاينه ماركه، هيا سيني شوف لا ليزير لا فينيسيون، كنقول لك الثوب منسوج اختي باش يبقى معك مدى الحياه. يعني هذا الغوج ديال هذا تولي وراك بسمح تو زوين، ماشي هذاك غوج اللي يعني طالع، يعني تو كيلبسوا عيالات ورجال، غوج زوين حلو بارد ماشي شاعل. حاجه واحده اخرى سي بشعيب. وي سيدي. هاد بروموسيون هادي اللي درنا اليوم ديال اللي بارطاجات الخمسه ديال الناس، راه غير اليوم وغدا فقط،
يعني كنبغيو نخلقوا واحد شويه ديال المفاجات للكليان ديالنا المتتبعين ديالنا هنا، باش كتعرفوا الكليان الوافي المتتبع الوافي هو اللي ديما كيتبعنا، هو اللي ديما كيستافد. يعني ما كتعرفش الهوته امتى نديروها لك اختي، امتى نحيدوها، خصك تكوني ديما على القرص، ديما تدخلي القناه ديال اتوبر وميساء، تفعلي السرسار، حيت راه قدر واحد النهار نقدر تندير لك الفابور انا. ها هما 10 الكليانات الاولين اللي غادي يشريو نقدر ندير لهم فابور. يعني ديما خصكم تكون تبقاو معايا على القرص، يعني ما تزابيوش، خلاوها ديما كونوا. يعني الصباح اول حاجه ديريها ان شاء الله تدخلي عند اتواب رميساء، تاكدي واش كاين شي حاجه ولا ما كاين والو. هاك اختي. وبالنسبه للناس اللي ما بقاوش كيطلعوا لهم الفيديوهات ديالنا، راه اختي حيدي داك السرسار وعاودي ديري، يعني ديزابوني وعاودي تابوني، وان شاء الله راه غادي يكون خير ان شاء الله. هاك شوف لوني نسيك، هذا الكارناج ديال الفولارات ديال المسيو العالمي، الخبير في الكارناج ديال الزيوفه، وخبير في الروام، وخبير حتى هو في الجلابه، يعني اجري بار ليتا، يعني معترف به من طرف الدوله. كاع اللي ماشي هو هذاك ما تلقاش في روميسا، يعني خاص يكون نيفو طالع وكراد وتكون ماريشال عاد تخدم في روميسا. فعلا ماريشال، خصك تكون على قد هذه المليفه هذه اخويا بشعيب، ماريشال الفوق. هاك هاك اليوم وغدا، يعني شنو هو اليوم السي بشعيب؟ لا يثبتنا على الشهاده. اليوم الاربعاء. اليوم الاربعاء. خميس. شحال سير خميس اليوم؟ راه كنصوروا يوم كلو، حنا راه كيتخالط لينا خميس مع الجمعه مع اليوم بشعيب الاربعاء ياك؟ الاربعاء يعني الاربعاء والخميس اختي، شي الخميس مع 12 ديال الليل سهلات هاد البروموسيون، باش تكونوا عارفين. صافي رجع اختي لذاك اللعبه ديال تفعيل الجرس، يعني ماشي دوز ربع ايام ولا خمس ايام عاد كتقول لك لا انا شفتو، يعني انتبهي معايا وركزي مزيان وردي البال، ولا عندك شي مشكل او عندك شي سؤال شاغل بالك معك غير تواصلي مع الدراري، والدريه الدارين تبارك الله بزاف ديال النوامر، يعطوك عندك شي ديتاي. دابا خويا بشعيب على ذكر اليوم، راه اليوم جبنا اليوم واحده كتجاوبوا معاها في لي كومونتير وكاع التساؤلات ديالهم، وحاجه واحده اخرى، واحد السر كاين في لي كومونتير، الكليان اللي كيكومونتي ديما يعني الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا الانستغرام كتعطيه هذاك سوبر فان، يعني هادوك الناس اللي كيعطيوهم ديك الباج ديال سوبر فان كنوليو نوصلوا لهم بالمجان، يعني كنديروا لهم حتى هما التوصيل بالمجان، هادوك سوبر فان ديما التوصيل بالمجان. هادي لعيبه زوينه عاوتاني الضغط. يعني قداش ما كومونتيتي كثر اختي، بقات كومونتي تكومونتي تكومونتي واحد الشهرين مثلا بحال هكاك، يوميا تكومونتي عند اتوب رميساء، راه كيعطيوك هذاك الباج ديال سوبر فان، هادوك راه الكليان ديالنا، غادوك غير الفيسبوك راه غتلقاهم دايرين لهم ديك الباج ديال سوبر فان، هادوك راه ديما في ما يبغيو شي حاجه راه كنديروا لهم التوصيل بالمجان، علاش؟ كعربون يعني محبه اليوم تاعنا. اليوم تاوما الانتماء والمتابعه والجيم والبارتاج ولي كومونتير، وراه هادشي صراحه انا شغنقول لكم لا خطاكم علينا لوني نسك فلون. وهاد الثوب هذا راه كنقول لكم حصريا، واول مره هاد الماركه هادي تدخل عند رميسا، هاد الماركه راه كاينه، حنا راه عارفين راه كاين مليفه ب 40 درهم، كاين مليفه 50 درهم، كاين مليفه 100 درهم، كاين مليفه 250 درهم، ولكن حنا لو جوغ ديال الكليان ديالنا عندنا الكليان اللي كيبغي غير هاد السلعه هادي، يعني شي نقدر نجيب مليفه انا 150 درهم اقسم بالله لا بعت فيها كوبو بشعيب، نقدر ندي شي مره نديرو لها تجربه كاع، نجيبو مليفه ديال 150 درهم نصورها ما تتباع ما كتباعش ليا، علاش؟ حيت حنا ما عندناش كليان ديالها، ما عندناش كليان، ما عندناش كليان ديالنا، وحتى الكليان ديالنا خويا بشعيب فهم انه راه خصو ياخذ شي حاجه مزيانه، واخا هي ما عندهاش، راه بامكانها ما تشري 150 درهم، كتقول لك لا ما نشريش 150 درهم، شري ديال 250 درهم ولا ديال 300 ونلقى شويه ديال الخياطه، حتى الناس راه فهمت. ها هو اختي بالصحه وراحه، وتلبسوا وتعاودوا ان شاء الله.